عمل أكيد إرهابي، عمل أكيد خسيس، عمل للأسف حادث إرهابي بكل المقاييس وكل الطوائف المجتمعات في العالم كله مش قادر يستوعب اللي حصل في نيوزيلندا. بكل بساطة شديدة يعني الراجل الإرهابي سكن عربيته ونزل موت 49 واحد في المسجد ده والمسجد الثاني، وجريمة بشعة. أتمنى أن حضراتكم ما تبصوش على الفيديو المتداول حاليا على السوشيال ميديا الخاص بقتل المسلمين. كل العالم، كل دول العالم يعني رفضت هذا العمل الإرهابي. كل دول العالم أعتقد أن بعد هذا العمل الإرهابي هيتبقى فيه نقلة بشكل أو بآخر، وخصوصا بعد ما طول الوقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مصر بشكل عام بالتاريخ، مصر طول الوقت تحذر من الإرهاب، تحذر من أن احنا لازم نقف قدام الإرهاب كدول مع بعضيها، بتبادل المعلومات، بتبادل الخبرات، بتبادل كل الوسائل بحيث أن احنا نقدر نقف ونقضي على الإرهاب. وفي نفس الوقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت كان بيتكلم في المحافل الدولية، بيتكلم بيقول لازم نوقف الدول اللي بتدعم الإرهاب، إذا كان بالمال، إذا كان بالتدريب، إذا كان بكل الوسائل. الحدث الإرهابي في نيوزيلندا هنتكلم فيه مع ضيفي اللي بيشرفنا في الاستوديو، سيادة اللواء محمد زكي أحمد، سيد أحمد، مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. حضرتك اسمح لي ان انا يعني نبتدي مع بعض كده بكلمه اسلاموفوبيا اللي انتشرت كثيرا في وسائل الاعلام العالميه او في المجتمعات العالميه. اسلاموفوبيا هي الفوبيا، هي انك انت تكون خايف من حاجه وان العقل لا يعني مش مستوعبها، يعني ما فيش حاجه منطقيه انك انت المفروض تخاف منها. ده معنى كلمه اسلاموفوبيا، وخصوصا ان هو ظهر بعد 11 سبتمبر بشكل اكثر واكثر. ازاي نرجع تاني ما نخليش الناس تخاف من الاسلام؟ هل ده صعب ولا سهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسمح لي ان ابدا بتقديم تحيه الاجبار والاعزاز لشهداء الوطن. نعم. كما اقدم التعازي لكل ضحايا الحادث المشار اليه في نيوزيلندا. تمام يا فندم. السؤال حضرتك بتاع الإسلاموفوبيا ده، يمكن ابتدت العملية دي تنتشر كلاميا عقب أحداث الولايات المتحدة الأمريكية في أبراج نيويورك. نعم. وهي أنا بعتبر أنه وصلت العملية دي إلى أن ناس كانت بتكتب أنه ليس كل الإرهابيين مسلمين، ولكن ليس كل المسلمين إرهابيين، ولكن كل الإرهابيين مسلمين. ابتدت تنحصر العملية في بعد طائفي وشكل من أشكال التقسيمات الدينية زي التقسيم العرقي، كويس. وده راجع لحاجة، أولا راجع لعدم فهم الذين أطلقوا هذا المفهوم الإسلاموفوبيا لمفهوم وطبيعة الدين الإسلامي. أساسا دي نقطة مهمة جدا. في عائق لغوي، في عائق تفسيري، في عائق في القدوة والمثل اللي ضرورة ان الناس تدرسها. واعتقد ان هذا كلمة الإسلاموفوبيا دي بتتجدد كلما تجددت بعض الأنشطة التي لا يقبلها الإسلام إطلاقا والتي ليست من الإسلام في شيء. وهذا المصطلح لا يمكن ان احنا نقضي عليه بقرار، ولكن هو بيقضى عليه بعوامل كثيرة جدا، من بينها تكفيف المنابع. تكفيف منابع هذا العنف الذي أدى إلى تفشي هذا التعبير. والعنف أصلا ده طالما تجاوز حدود الدولة أصبح عبر وطني، يا أصبح دولي. فإحنا هنا في مصر حقيقة بنتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية، بنتعامل بوفق مبادئ معينة وهي عدم الخضوع لأي ابتزاز، وهي ضرورة ضبط مرتكبين الأعمال الإرهابية بصفتها أعمالا إجرامية يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة. نمرة بعدها ضرورة التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب الدولي، لأن لسنا وحدنا في الميدان.
العالم دلوقتي يعيش فيه ما يطلق عليه القرية العالمية. العالم دلوقتي مفيهوش سر تقدر انك انت تقول لا لا ده ما حدش يعرفه، لا ده خلاص ده مفتوح، انت ما شاء الله بتفتح الجوجل بتعرف حاجات، كل حاجة انت عايزها، حتى تركيبة الاكل السندوتشات فيها ايه. فهنا دلوقتي احنا كمان لازم يبقى المتابعة بتاعتنا، ومصر حاليا معروفة انها بتتعامل من هذا المنظور ومن هذا المنطلق، وعلى قناعة تامة بضرورة التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب ده، سواء كان تعاون تدريبي أو تجهيزي أو معلوماتي. طب سيادة اللواء، بعد إذنك، بعد حدوث الجريمة على طول أو هذا العمل الإرهابي، رئيسة الوزراء نيوزيلندا طلعت على طول وقالت ده عمل إرهابي. ده ليه دلائل؟ دي ليها رسائل مهمة؟ يعني مثلا ما قالتش واحد مجنون، ما قالتش واحد يعني، لا هو قالت على طول عمل إرهابي. شوف يعني قبل ما نقول رئيس وزارة نيوزيلندا لازم نعرف ايه حجم الضحايا بالنسبة للسياسة النيوزيلندية. ايه اللي يخلي رئيس وزارة نيوزيلندا او رئيسة وزارة نيوزيلندا تقول كحنا جد انه ان في تواجد، اولا التواجد الاسلامي على ارض نيوزيلندا اخر بقعة في العالم، كان بدأ مثلا يعني من 25 سنة كانوا الموجودين مسلمين في نيوزيلندا 201، دلوقتي 50,000، 50,000 وفيها 11 مسجد وفيها 3 مراكز إسلامية، من ضمنهم في ويلينغتون العاصمة مركز إسلامي يديره مصري، وفي مركزين تانيين تبع رابطة العالم الإسلامي. كويس. يبقى إذن، وعلى فكرة إن كل أو أغلب المتواجدين الذين يدينون بالإسلام من الكادحين، يعني من الفئات العاملة اللي موجودة في المجتمع اللي لها تأثير في استقرار النظام. انت عايز ناس، وعلى فكرة برضو استراليا ونيوزيلندا علشان تبتدي تعمل اجراءات الهجرة اليها بتبقى طبقا للاحتياجات الموجودة هناك. صحيح. مش بياخد اي حد. نعم. كلام سليم، ولانها طبعا البعد الجغرافي بيحتم أن يكون هناك تنظيم في هذا. فأنا شايف أنه آخر حاجة أنك أنت ممكن تخش بها، قد يكون هذا رأيا له بعدا سياسيا، ولكن أنا شايف أن إحنا لازم نتابع الموضوع من جميع جوانبه وعلى مختلف المحاور الخاصة به. ليه؟ لأن لما تيجي تبص هتلاقي أنه العمل تم وفق مخطط مش عارف اقوله ايه، يعني مش عارف اقولك ايه، يعني اذا ما كنت انا انتمي الى مجموعة ارهابية او جماعة ارهابية، طب انا هعمل عمل ليه؟ هعمل عمل عنيف في توقيت مهم جدا يستطيع العالم كله ان يعرف نتائج هذا العمل، لان انا اعكش في هذه القرية الكونية بهدف اجبار الدولة على اتخاذ قرار سياسي معين او تغيير سياسة معينة. تعال بقى نشوف الراجل ده. دي وجهة نظر اي ارهابي ممكن يكون بيقوم باي عملية في اي الى تنظيم في اي حتة. في اي حتة. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بالفعل واحد حاطط كاميرا فوق راسه، وحضرتك حاطط رشاشات ماسكها وراح وموت ناس ورجع تاني حط فيها الرشاش بتاعه رصاص تاني وراح كمل ومشي في الشوارع وبيسمع مزيكا. يعني لا يعني حاجه لا تطاق، يعني حاجه لا تطاق، يعني حاجه مش لا تطاق. شوف ده واحد قعد 17 دقيقه دخل زي ما سيادتك قلت وخرج مون ذخائر ودخل تاني، وبعدين خلص مشي ساق عربيته بيسمع اغنيه معينه وراح مكان تاني بدون قطع كلامك. وبعض الاقاويل بتقول ان الكاميرا اللي كان حاططها دي لايف، يعني على السوشيال ميديا، حضرتك بتتفرج على الجريمه كانك بتتفرج على جيم، على جيم. انا حد بعتها لي في ساعتها، انا كنت فاكر ده لعبه من الالعاب لما حد بعتها لي في السوشيال ميديا. فانا بقول لحضرتك لما تيجي نشوف في اسلوب التنفيذ وكان في عربيتين فيهم عبوتين مفخختين كمان. إذن مش الراجل ده مش لوحده، الله ولا اعلم. اصل شوف يعني طريقه التنفيذ ده، ولا كمان هو كمان شوف ما اعلنوا عنه، ده راجل حتى يعني هذه من عارف يعني حاجه هم يضحك وهم يبكي زي ما بيقولوا بالبلد، يعني بجاحه
في بجاحه في الموضوع، لانه كمان بدون قطع كلامك كان اسف برضو بعد كده يعني انه هو حضرتك يعني كمان بعت رساله لرئاسه الوزراء او للدوله ان انا ناوي اعمل كذا 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 ايميل. طب دي الارهاب وصل لهذه البجاحه للدرجه دي؟ شوف انا الارهاب هو ممارسه اجراميه، انا لا اعترف بمبررات، انا اجرمت، انا لازم اتخذ على العداله ولازم العداله تاخد مجراها. تقولي بقى سببه ايه مش عارف، ده كلام ماليش دعوه بيه، اللي انا بعرفه انا عملت جريمه يبقى لازم اضبط والسلاح المستخدم. طب تعالى شوف هو عايز ايه، هو زعلان قوي من عدم تفوق العرق الابيض، هو عنده العرق الابيض هو المتفوق، هو راح فرنسا اتضايق جدا من عدم نجاح حزب اليميني اللي بتقوده السيدة ماريان لوبان اللي ابوها اسس هذا الحزب جون ماري لوبان ده، كويس، فرجع ويتهم فرنسا بانها دولة تخلت عن العرق الابيض وبيحكمها ناس مش بيض، ده حاجة غريبة جدا. طب نمرة اتنين بيخطط لاغتيال رئيس جمهورية تركيا او بيهاجم مستشارة المانيا في انها بتقدم تنازلات علشان قراراتها الخاصة بالهجرة، وبيقول على ايا صوفيا ودول ما بها جديد طول عمرها ما كانتش، وعايز يرجعها ويشيل منها الهلال وعلمت ايه ده حتى مش عارف دي اتبنت اصلا مقر عبادة اسلامية الى ان انتهت الخلافة العثمانية وجات جمهورية اتاتورك وبقت دولة علمانية وبقت متاحف وعيدت الاوضاع حاليا. تمام. اتغيرت الاوضاع حاليا. طيب يعني حتى نفسه ومش عارف بيقول على ايه البوسفور، لا تعيش في اليمين وتعيش يعني واحد تحس ان العملية ايوه ورايق وفاضي وبيخطط بي 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 بكم غير متخيل من العنف. انا قاعد مش ممكن يكون في كده، ده لازم يتعمل الموضوع ده بالراحة وبهدوء شديد جدا وبدراسة، لانه انت دلوقتي هنخش في عدد من العوامل، هنخش في ناس هيكون من مصلحتها انها تقول ادي الارهاب المسيحي. عشان انتوا بتقولوا معظم او كل ليس كل المسلمين ارهابيين ولكن كل الارهابيين مسلمين، لا اهو كويس هنخش بقى في موال تاني خالص. طب وهي مفهوم المسيحية كمان ايه؟ ما انت عندك دي، هل هو تبع الكنيسة التي ترقصها ملكة بريطانيا ولا تبع الكنيسة الكاثوليكية ولا تبع الكنيسة البروتستانتية؟ طبعا مش ممكن يكون تبع الكنيسة المصرية الارثوذكسية، ده لا يمكن طبعا كويس. وهنا ممكن جدا عدم دراية البشر بطبيعة التصرفات وعدم تأني البشر في معرفة نتائج التحقيقات التي انا اعتقد انه هي لازم تصدر بسرعه ولازم تنتهي بسرعه، لان العمليه واضحه جدا زي الشمس دي متصوره. هو النهارده اساسا كان قاعد في يعني ماسكينه البوليس والشرطه يعني وخلاص تقدم للقضاء. والله ده شوف برضو انا مش مستني انه يقدم، انا مستني اشوف ماذا حدث وكيف حصلوا على السلاح ولماذا؟ وكيف حصلوا على الذخيرة وكيف وأين تم التدريب وإن كان هناك ملق لقنه بطريقة معينة أو أجبره على اتخاذ أسلوب معين وما هي علاقته بالعبوتين الناسفتين اللي محطوطين في عربيتين كويس، وما هي الأبعاد ما بين المسجد الأولاني والتاني وهو كان مخطط أنه يروح له. كل دي أسئلة تحتاج إلى إجابات وبعد كده نبقى نتكلم نقول لازم المحقق ورجل البحث ياخد وقته الجيد، ودي سهلة ليه؟ لأنه هو موجود وصور اللي هو مصورها موجودة والسلاح موجود والذخائر موجودة والعلاقة ما بين الموت أو القتل وهذه الذخيرة اللي طلعت من هذا السلاح موجودة، يعني العملية مدرسية كل اللي محتاجاه اللي هي محتاجة ليه وعشان إيه ومين اللي مول ومين اللي خطط ومين اللي درب ومين اللي امر به البدء في التنفيذ العملية، لان لازم هتكون مرتبطة باوضاع اخرى.
كل ده لازم احنا نكون موضوعيين ونكون عقلانيين ومرشدين وما نتخذ اي قرارات على عواهنها وبسرعه مع الالم الشديد اللي بيصاحبني انا كبشر، ومع الاسى برضو والالم لان فيه ضحايا ومن بينهم ثلاثه من ابنائنا من ابناء مصر مننا اهو. الواحد طبعا بيفخر بكل مصري في الخارج. هي وسائل الاعلام بتقول ممكن تكون اربعه او خمسه يا سيدي. واحد تمام. ده احنا لينا اولادنا برضو في استراليا وفي نيوزيلندا يعني الواحد بيبقى قاعد قلقان عليهم يعني. طبعا المفروض سيادة اللواء بعد اذنك من خبرتك في مجال العمل الامني، يعني اي اعمال اجراميه ده من سنين طويله يعني يمكن من الخمسينات والستينات، اي عمل ارهابي او عمل اجرامي ممكن يتبعه بعض العمليات الاخرى، هل ده وارد؟ شوف سيبك من الزلزال والتوابع، العمليات دي مرتبطه بمن هو المنفذ وما هي الجهه، اذا ما كان هناك جهه لها استراتيجيه معينه تريد ان تصل اليها من خلال خلق نوع من الفوضى او اجهاض المسيره الطبيعيه، كل ده لازم، ما فيش حاله زي الثانيه يعني ما فيش تطابق تام اطلاقا لان ده عمل بشر. فانا بقول ان احنا لابد ان نتوقع، الامن لازم يبقى فيه توقع وتنبؤ حتى ان تكون هذه التوقعات والتنبؤات بما هو ليس بمتوقع، يعني تقعد بتفكر بتعمل تقدير موقف، هذا التقدير الموقف بناء على معطيات او مدخلات انت بتدخلها مستني المخرجات على ضوء هذه المدخلات، مفيش ثوابت، في ايقاع ديناميكي سريع جدا وربما غريب لان ده طرف بشر والبشر مش انت، مش الشخص المتعقل والرشيد او رب الاسره المتعقل الرشيد، لا ده فقط شيء كبير جدا من سلامة وتسلسل تفكيره وبالعكس ومن عاطفته ومن إنسانيته، فقد تجرد من أبسط المبادئ الإنسانية. يعني واحد لما يروح يجي موت واحد، طب ماشي موته أعيد عليه رجع تاني عشان يتأكد أنه وصوره واسمع المزيكا اللي أنا بحبها، طب ده حاجة يعني ده حاجة تغم يعني والله ده حاجة يعني ممكن يكون مجنون حضرتك. شوف يعني في ممكن يكون بلاجي دال هناك تأثيرات على استقرار التفكير، لو ممكن يكون عبقري ممكن عاقل جدا ممكن يكون سايكوباتي عدو البشر وممكن يكون عدو أشياء، إذا كان بيهاجم رئيس فرنسا دولة فرنسا اللي فات ده، فرنسا فيها 7 مليون مسلم. تعليقك إيه حضرتك على الكتابات اللي كان كاتبها على على المدفع الرشاش اللي استخدمه ضد المهاجرين على السلاح وتعليقك ايه برضو انه تركيا طلعت مسؤولين قالك هو زار تركيا مرتين وكل مرة يقعد فترات طويلة، تعليق حضرتك ايه؟ اهلا باللاجئين في الجحيم، ده ايه ده؟ ده تعليق، ده عبارة غريبة جدا حتى غير مترابطة، دي نقطة. اما راح تركيا ورجع من تركيا بيركز جهوده على رئيس دولة ومسجد ايا صوفيا ودول مباهج، ده طول عمرهم مساجد. انا بقول ان هناك شيء لابد ان نتروى ونفحص، اهم حاجه مين الدافع، هل هو دافع شخصي، هل هو دافع هلوسه دينيه، هل هو دافع سياسي، هل هو مخدرات ولا مش للدرجه دي هلوسه. يعني شوف عايز اقول لك حاجه عشان انا اقعد افكر طب انا اخر هل اخر ايه اخر هل اخر هل بس اخر هل بالنسبه لي انا شغال هل يعني اسمح لي يعني انه دلوقتي يعني سمعنا على السوشيال ميديا انه في بعض التقارير اللي طلعت يقول لك داعش اديك اهو شايفين بقى اللي بيعملوا فينا المسيحيين وما اعرفش ايه، ويبقى ذريعه انك انت ممكن تجنت ناس تانية في داعش وفي هذا المجال، هل ده وارد؟ شوف ان هو اللي عامل هذا المخطط شوف. او هذه الجريمه حته بقى السوشيال ميديا كويس دي، انا راجل بأؤمن تماما بواحد زائد واحد يساوي اتنين. احنا عندنا كم محطة رسمية هنا بتطلع من هنا من مدينة الانتاج معرفش بس هم لا يعني كام يعني 10-15 طيب. كتير عندنا 450 ألف تليفون بيشتغل محطة إذاعة،
عندك حق. وكل واحد بيطلق الكلام وكل واحد بيدافع عن وجهة نظره، ولو رجع له الكلام تاني يقتنع تماما بمصداقيته للأسف. احنا لازم، فعشان كده خلينا نقول، طب خلينا على مستوى كلمة، على مستوى ايه الحدث، انا عايز ايه؟ انا عايز احقق كل الامن والامان لمجتمعي، ده هدفي، وعايز من اجل الوصول الى هذا الامن المجتمعي الكامل عايز اتخذ التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لكي اصعب مهمة اي خصم او اي ارهابي او اي مجرم او اي مجنون، كويس؟ وعشان اتخذ التدابير الاحترازية دي لازم يكون عندي معلومات عن اولا الاهداف المتوقع اعتداء عليها، ثانيا الاسلوب، ثالثا مين لو هقدر اعرف، رابعا لازم احط في ايضا في اعتباري ان احنا بنعيش في مجتمع دولي واحد تقريبا، بنعيش في ظل منظومة قانون لازم احترامه، بنعيش في ظل ايضا هذا الكم اللانهائي من مدعي العلم بواطن الامور وممن يصدقون كل ما يقرؤون وهو حتى لا ينتبه. انا ما بيطلع بيان دولة، ما بيطلع بيان رسمي، او انا لما جهة الامن بيحيل ناس الى القضاء لازم بيبقى في معلومة، لازم تكون هذه المعلومة متحرس مصداقيتها، لازم تكون تم تحليلها وتقييمها وتصنيفها، لازم تكون صالحة لأن تقدم إلى جهة العدالة، كويس؟ ليه وعشان إيه وإمتى وإزاي ومين، كل ده لازم يكون أسئلة متجاوب عليها، كويس؟ وبناء عليه بتقدر أنت تطلع بقى بدرس مستفاد، هذا الدرس المستفاد يخليك تقدر تمنع تكرار مثل هذا العمل على اي منحى او كلام لحضرتك كله يحترم طبعا وده صحيح 100%، ولكن ارجع تاني للكلمه اللي حضرتك قلتها من شويه، انك انت لما بتيجي تحلل اي جريمه ممكن تفكر في اللي المفروض ما تفكرش فيه. ومن هذا المنطلق شيل كلمه السوشيال ميديا من سؤالي، وبنقول هل ممكن يكون من ضمن الوسائل اللي عملها داعش او الارهابيين في خصوص ان هم على وشك ان هم ينهزموا في سوريا، على هزم ان هم يكونوا يخرجوا من العراق، على وشك على وشك على وشك، ممكن يكونوا بيفكروا كده ان هو يشعل نار الفتنه من اول وجديد في العالم كله عشان يبقى انا داعش اللي بقى بحافظ على الاسلام. هو انا هدفي ايه؟ خد بالك ان في حاجه كتير غلط، وداعش دي يعني الدوله الاسلاميه في العراق والشام. تمام، بدات تتداعي من الدوله الاسلاميه في العراق والشام وبالانجليزي على ايسس، كويس وبعدين مره واحده بصيت لقيت العيال بيقول لك ايه، اقول الدوله الاسلاميه بس ما فيش في العراق والشام، صحيح، وبعدين رجعنا تاني لداعش. طب كويس، هو عايز ايه؟ هو عايز يجهض ما انت فيه من نجاحات او ايجابيات متوقعه ان شاء الله، كويس، عايز يحدث وقيعة ما بين الشعب والسلطة الحاكمة، عايز يوقف مسيرة النمو طبعا من خلال ايه؟ عمل عنيف يحدث دوي، هذا الدوي يؤثر في الرأي العام، هذا الرأي العام يؤدي الى منع اي نجاحات. حطها بقى انت زي ما تحطها، مين المستفيد؟ علي حسن كمال. هذا المستفيد على استعداد ان يرتكب كل الحماقات اللي في التاريخ عشان يجهضك. طب بس هل انت هتجهض من عمليه زي دي؟ لا ما اعتقدش. كويس؟ ولا حتى غيرها، لان خلاص العجله دارت. انا بكلمك ممكن انا راجل بتحلل موضوعي. مش عايز حاجه ان انا اقول مثلا لا ده وحش ومش هشتمه، لا. انا اوقفه. والمصريين قادرين على إيقاف. المصريين جمدوا سياسة الشرق الأوسط الجديد في مصر، جمدت ما انتهتش. ليه؟ لأن حواليك ما شاء الله هو ليبيا واليمن والسودان، سبحان الله والعياذ بالله، يعني مشاكل الدنيا مولعة حواليك وعايز يخش عندك بأي طريقة. إنما أنت كمصري، مصري بتاع خط برليف، المصري بتاع 30 يونيو ده اللي جمد حركة سياسة الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاق، ما تستهونش بيه. هو طيب جدا وحامول وصبور وجميل جدا،
كويس، وانا بحبه جدا المصري ده كويس، ولكن احنا لازم ندرس اللي حوالينا، نعرف هم عايزين ايه، نعرف مين صاحب المصلحة، وبعد كده نبتدي ناخد قراراتنا ونحمي نفسنا وناخد تدابيرنا الاحترازية على اي اساس. ان شاء الله العدو يكون على بعد الاف الكيلومترات زي ما احنا في حالة نيوزيلندا. حضرتك بالكلمتين اللي حضرتك قلتهم دلوقتي دول، انك انت تركز على ايه الهدف، مين صاحب ما تاخدش المصلحة، ومين صاحب المصلحة. عشان كده انا ما اعرفش ملحوظه ممكن يكون كثير من المشاهدين النهارده لاحظوها، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح النهارده يعني هو متفاعل طبعا مع الاحداث، لكن حاسس ان هو في سنه حزن، في مش مبسوط يعني، وخصوصا ان اول كلمته طبعا قال وطلب من الجميع انه يقف دقيقه حداد. اللي حضرتك بتقوله ده هو المعنى الرئيسي، ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن يكون طول الوقت عمال يفكر هم عايزين ايه بالظبط من العمليه دي، وازاي نحافظ على بلدنا اكتر واكتر. هو طبعا السيد رئيس الدوله، ده رئيس الدوله يعني هو المسؤول عن كل ما يحدث من اجراءات تنفيذيه واجراءات تطبيق القوانين واجراءات تنمويه واجراءات، سواء كانت التنميه على في المحور الزراعي او الصناعي او التعديني او 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 اي نوع من انواع التنميه. فتخيل انت بقى لما تكون مسؤول عن قاطره التنميه ويطلع لك حاجه زي دي تعرقلك، لا انت عايز تضمن حتى لو في اي اوضاع حواليك محتقنه مسيره تضمن، ده هم طبعا، ده هم ومشكله، ولازم على كل الناس هنا ان تتكاتف ايد واحده، لان الامن القومي واحد، البشر فيه زي الصناعه زي الزراعه زي الصيد زي المناجم زي القوات الامنيه كويس زي الاعلام، ولازم يكون في عندنا اعلام رشيد، اعلام عنده يافطه ورا منه بتقول ايه، ان احنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ودي الطريقه الوحيده اللي نعلق بها على ضمان استمراريه وتدفق العمل اللي بيهدف الى تحقيق كل ما نصب اليه كمصريين وكل ما نستحقه بقى كمصريين. حرام بقى، خلينا نستمتع بشغلنا وبجهدنا وبتاريخنا. طيب في خلال الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اكيد يبقى في رسائل ممكن يقوم بها الاعلام عن طريق حضراتكم بوجود وتشرفنا في البرنامج، اكيد في رسائل مهمه جدا للمجتمع المصري والمجتمع العربي والاسلامي جميعا من خلالك ممكن تقولها، نصائح بشكل عام. شوف، الاعلام والامن يدوران في فلك الحس الجماهيري. تاني، الاعلام والامن او الامن والاعلام، حط مين قبل التاني؟ اتفضل. واحد، يدوران في فلك واحد وهو حس الجماهير. انا لازم اعرف ان انا من غير حس جماهيري ماليش لازمه. صحيح. انت من غير جمهور ما تطلع ليه؟ صحيح. الامن من غير ما يكون الجمهور مقتنع بيه اديله معلومات ازاي؟ والامن من غير معلومات يعني مفيش. فانت لازم يكون عندك يافطه، وهي ان لا عاصم لنا اليوم الا في تمسكنا بوحدتنا الوطنيه وسلامنا الاجتماعي وحمايه قيمنا. كل ده يتحقق ازاي؟ ان نثق جميعا في الاداء اللي احنا بنؤديه، ان نثق جميعا في اهميه التضافر والتكاتف والتعاون مع كل من له علاقه، اعلام، الامن، عايز معلومه، المعلومه بيصنفها وبيحللها وبيقيمها وبياخدها دافع ليه في الاداء. الاعلام ده الواجهه، الكاميرا، لا تكذب، لا تتجمل، ولكن تنقل ما هو واقع كويس الى بني ادم يحترمها كويس، ويفضل قاعد لما نشوف قال ايه، نشوف القناة الاولى قالت ايه، نشوف مصر فيها ايه. انا شخصيا واحد من الناس لازم الصبح اقعد اسمع في 8 و 9 الموجزات بتاعت اللي في صباح الخير يا مصر، اوعى تقول لي اعلان صباح الخير يا ده مصر، ده اعلان جميل. لغايه ما بتخلص معايا، ولو مش فاهم حاجه او عايز اطول حاجه اشوف اثق فيها، انا شخصيا بثق فيها كويس، ولازم كلنا نبقى كلنا نثق فيه. عايز بقى تسمع بقى كلنا المفروض نثق في بعض. الله، احنا من غير بعض، شوف احنا لازم 30 يونيو دي تبقى قوه دفع علينا. هو مين اللي عملها؟ المصريين من غير ما حد يوجههم، قال لك بس عندك كفايه ارهابيين، مش عايز ايوه كفايه ارهابيين كده، خلينا بقى زي ما بيقول لك خلينا نربي العيال. تعبير السوقي الجميل ده او التعبير المصري الشعبي الجميل. أيوة. فانت لازم تبقى عارف انك انت بتقود
انت كاعلام بتقود، انت كاعلام بتخش جوه حس الجمهور. الامن من غير حس الجمهور ومن غير الجمهور ومن غير المعلومه ملوش لازم، والاعلام برضو نفس كده. طب ما تجيب انت اعلام وين خلصت بقى اللي بيقعد بقى يغني لك ويعمل لك؟ لا 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 لا، ده الدنيا كلها مكشوف مفروضه قدامك. نعم. ده الطفل الصغير دلوقتي ما شاء الله ماسك اللابتوب و هتقول له ايه بقى والنبي؟ ما تشوفش دي بقى وشوف دي، ولا دي فرانس فان كاتر حراميه وبي بي سي مش عارف ايه. لا لا، ده بيشوف كله. بس انت بتتجه الى، زي ما انا قلت لك، انا لازم 8 و9 و10 ابص على الخمس دقائق بتوع موجز الاخبار بتوع التلفزيون المصري. ليه؟ علشان انا بحس بيه وانا مصدقه. حلو. ولازم نستمر في هذا، ولازم كلنا نبقى عارفين هذا. مش عايز بقول لك اجيب ناس تقعد تشتم وبتاع، لا 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 لا، لا دول لا بيشتموا ولا بيعملوا حاجه، دول بينقلك باحترام وبتقدير ويسمعك كلمه انت عايز تسمعها، يعني مش الحاجات بقى اللي هي اللي بت 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 بتستغل اوضاع، بتلعب على العواطف، بتلعب على السلبيات اللي يكون. وفي حاجه من غير سلبيه، الكمال لله. نعم. سيادة اللواء محمد زكي احمد سيد احمد مساعد وزير الداخليه الاسبق، نورتنا وشكرا لحضرتك يا فندم. كتر خيرك. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده، وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صفحه جديده من 9 ل 11. الوحده الوطنيه طول الوقت سيادة اللواء بيتكلم ان احنا طول الوقت نكون ايد واحده. جربوا كل الوسائل، جربوا كل الوسائل، والان برضو بيحاولوا ان هم يخشوا ما بين المسلم والمسيحي. فاتمنى ان احنا طول الوقت نكون فاهمين كويس، ويبقى عندنا وعي بان احنا ما ينفعش حد يفرقنا مهما كان. تصبحوا على خير.